السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، يحدثكم الآن الطالب محمد فايز فراس مريري في الصف الأول الثانوي جريد تمي، واليوم وتحت إشراف المدرس الفاضل أستاذ اللغة العربية خالد الأنصاري وسبب حلول يوم اللغة العربية وفخري أن أكون عربيا، أريد أن أقدم لكم بيتا يعد من أصعب أبيات اللغة العربية في الشعر. وقال هذا البيت أبو الطيب المتنبي الذي تميز بشعر الحكمة، ويقول هذا البيت: عشب قسم سجود قد مرين هاثر فتوتا غضر من سبع مغزوس برعة عدل اثنين. عشب قسم سجود قد مرين هاثر فتوتا غضر من سبع مغزوس برعة عدل اثنين. ولهذا البيت معاني عديدة وعظيمة، وسأقوم بسردي على مسامعكم الآن. فعش من العيش، وابقى من البقاء، واسمو من السمو يا الرفعة، وسد من السيادة، وقد من القيادة أي قد الجيوش إلى أعدائك، وجد من الجود، وانهى أي كن صاحب أمر ونهير، ور من الورى وهداء في الجوف يرد أصب رئات أعدائك وأوجاعهم، وفي من الوفاء أي كن وفيا لأوليائك واحسن إليهم، واسري أي اسري بجيوشك لأعدائك واستأصلهم، ونل أي نل ما تريد لسعدك وأقدامك وتأييدك، وغذ أي غذ حسادك، وارمي أي ارمي ببأسك من يكيدك ويضبطك، وصب من صب السهم الهدف أي أصب أعدائك بسهامك وأوجعهم، واحمي من الحمى أي احمي خوذتك، واغزو أي اغزو أعدائك، واسبي أي اسبي أعدائك، ورع أي أفزع أعدائك، وزع أي كف بوقاعك مسلطهم، ودي أي تحمل الدية عمن تجب عليه، ولي أي ولي الأمصار والبلدان محمودا في ولايتك، واثني من ثرى أي امنع أعدائك من نيل مرادهم، ونل أي أعطي عفاتك وقصادك. وأخيرا وبعد معرفتكم لمعاني هذا البيت العديدة والجميلة والعظيمة، سأعيد البيت مرة أخرى: عشبك السم سجد قد مرين هاثروف وتصل غضر من صباح مي إغزوس بروح زعدي الاثنين. شاكرين لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.